الإخوان الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حضور هذا الجمع العام التأسيسي للجمعية التنموية الثقافية الاجتماعية الإقليمية بإقليم سيد سليمان. تنشكر الضيوف الكرام اللي حاضرين معنا، تنشكر الناس اللي ساهموا باش نكونوا اليوم مجموعين هنا، وكنشكر الصحافة اللي حاضرين معنا. وقبل ما نبداو الجمع العام التأسيسي ديالنا، نبداو بواحد الآيات من الذكر الحكيم. الفقيه السمسور تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بحكم جيد لاستغلال المياه خاصة المتعلقة بالسقي الفلاحي، مع الاهتمام بالسدود والسدود التلية ومساعدة الكسابة على توفير نقاط القرب للتوصل بالحبوب الزراعية والأعلاف المدعمة، مع المساهمة إلى جانبهم بورشات تكوينية لتطوير سلسلة الإنتاج ضمانا لوفرة المواد الاستهلاكية الغذائية وخلق توازنات ميكرو اقتصادية إقليميا وجهويا ووطنيا. تحسيس الفلاح على زراعة الخضروات والأشجار المثمرة لسد الاكتفاء الذاتي. العناية بالمرأة كركيزة أساسية في المجتمع، والمساهمة الفعالة في برامج محو الأمية ومحاربة الهدر المدرسي بأشكاله، والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية الأطفال المهملين والمشردين من موجات البرد القارس. الرفع من جودة وطرق تأطير وتأهيل الشباب عبر خلق فضاءات القرب وتعزيز الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية، والمساهمة في برامج التعليم الأولي والكتاتيب وتوفير آليات للنقل المدرسي. الدفاع عن حقوق الإنسان عند الضرورة، والمشاركة الفعالة في المقاربة الأمنية التشاركية. المساهمة والمساعدة في محاربة الأمراض والأوبئة ومخاطر الكوارث الطبيعية وفق مخططاتها توعوياً تحسيسياً، والمشاركات الميدانية محلياً وإقليمياً. السلام عليكم. معنا الان السي عبد الهادي بديلو، اللي رئيس ديال الجمعيه اللي اليوم تكونات تاسات اليوم الاحد. السي عبد الهادي بديلو، شنو تقول لنا اليوم على هاد الجمعيه هذه والاهداف ديالها والطموحات ديالها؟ اولا السلام عليكم. تنشكروا بلا زواق تي في السي محمد، قلت له دخلنا هنا كيشدنا. تنشكركم على التغطية الإعلامية اليوم، وتنشكر جميع القنوات اللي كانوا حاضرين معنا. اليوم تم تأسيس جمعية التنمية والتواصل الإقليمية بسيد سليمان بحضور العديد من المنخرطين اللي مثلوا جماعات ترابية كصفافعة، القصيبية، بومعايز، سيدي سليمان، المدينة، يعني عمر الشمالية. حضروا الإخوان هنا باش تمكننا من تأسيس يعني هاد الجمعية اللي غتشتغل إقليميا على الصعيد ديال الجماعات الترابية، والأهداف ديالها كما شفتوها في المباشر راها واضحة، كتماشى مع التوجهات ديال الدولة، وكتخدم يعني في المصالح الاجتماعية وتدبير الشأن العام. احنا الهم ديالنا هو التوعية والتأطير والتحسيس وتأهيل الشباب، وتنزيل إن شاء الله مشاريع تنموية على أرض الواقع، يعني مسألة تكون وطنية، تكون عمومية، تكون اجتماعية بامتياز، مع نكران الذات طبعا، وباش تكون واحد الدراسة، ويكون إن شاء الله راه عتكون واحد البرامج اللي هي سنوية غنشتغلوا عليها على الصعيد ديال الجامعة الترابية، واللي يمكن لينا البرامج هي اللي غادي نزودوا بها يعني السلطات المحلية والإقليمية باش إن شاء الله تشتغل عليها. يعني ما هو أساسي، ما هو تينقص، يعني اللي ناقص واللي هو ما استطعناش يعني مع هذه السنوات اللي دازت كاملة وهذه المجالس كاملين نوصلوها، واللي احنا في أمس الحاجة إليها، راه غادي إن شاء الله يمكن لنا نتواصلوا مع جميع المؤسسات والإدارات العمومية باش نحققوا المواطنين ديالنا بواحد الطريقة
اللي تكون يعني من غير الطرق الاخرى اللي يمكن الا كتولد احتقان اجتماعي. شكرا.